الاقتصاد الوطني. الاقتصاد الوطني لأي بلاد كانت هو في الحقيقة يقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة. هذه هي الأسس، أسس كل الاقتصادات الوطنية، هي الأساس، هي الأساس. وبعد ذلك لابد أن تضع أساس، والأساس يبنى، يعني تبني فوق الأساس بعدين وتطلع طابق وطابقين وثلاثة حسب الأساس الموجود. يعني في كل العالم، في كل العالم هذه الصناعات الكبرى التي أصبحت صناعات كبرى هي بدأت بصناعة متواضعة وثم نمت وأصبحت صناعات كبيرة. هذا في جميع أنحاء العالم في مختلف المجالات. البحر، نهتم بهذا البحر أيضا، هذا البحر، واهتم العماني يهتم بالبحر منذ الأزل، كان في أسفاره وإن كان أيضا في مورده المعيشي اللي هو هذه الأسماك. وهذه حقيقة مهمة جدا أن نحافظ على هذه الثروة وننميها.